بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على استخدام الثوابت مع الانترفيس بنفس الطريقة اللي كنا نستخدم فيها الثوابت مع خلينا نقول انترفيس ايه، نفس طريقة استخدام الثوابت مع الكلاس نقدر نستخدمها مع الانترفيس. ممكن تقول مثلا ذا داتا الساعة 10 مثلا، هنلاحظ اننا استخدمنا الكونست لكن ما تقدر تستخدم المتغيرات. ممكن الآن لو بطبعه أو بتعامل معاه بأي طريقة أقدر أقول إيه اسم الانترفيس، بعدين يليها نقطتين، بعدين اسم الثابت ذا داتا ذا داتا. ممكن الآن لو بسوي تطبيق فريش، لاحظ الآن طبع لي 10، وهذا معنى طريقة استخدام الثوابت مع الانترفيس. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.